إلى تكريم أحسن هداف، وهو لاعب دولي مع المنتخب الوطني، هداف الدوري الموريتاني الموسم الماضي ب 16 هدفا، كما سجل 3 أهداف في الكأس الوطنية، وسجل مع المنتخب الوطني 5 أهداف، أي ما مجموعه 24 هدفا الموسم الماضي في 12 مباراة. هو مهاجم نادي الإكسر بكر بيجلي. À présent, on va décerner le trophée du meilleur buteur de la saison 2014-2015. Accueillons sur scène l'auteur de 16 buts en 21 matchs en championnat, Babacar Baghili. Et le prix lui sera remis par Adèle Semili. إذن سيتم تكريم الهداف هذا الموسم من طرف لاعب تونسي دولي نجم الكرة التونسية عادل السليبي. شكر جماهير كنهونتيا، مجموعة الناس كان حاضرونتيا بشكل اتحادية، وشكر بريزان اكسار شيخ رابي بشكل الناس كان خمسين شعني. مرسي. شكرا اذا للاعب نادي الاكسار مهاجم الاكسار بكر بيجلي وهداف موسم 2014-2015. يا استاذ هذه صور من مباريات نادي الاكسار التي تألق فيها المهاجم بكر بيجلي.